الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في جمل وقعها على الرجل الذي يعاني من تأخر إنجاب، أو على الزوجين اللي بيعانوا من تأخر إنجاب، عشان أبقى واضح، كلمات قاسية جدا، من ضمنها كلمة هناك انعدام في الحيوانات المنوية. ولما أقول هذه الجملة دايما أنتوا هتقولوا بعديها، طب أنت هتقولي بعد كده معايا ليس هناك شيء يقال بعد هذه الجملة؟ لا، يبدو أن العلم الحديث جعل هذه الجملة ليست نهاية الحوار، ليست آخر سطر في الصفحة، بل هناك ربما بوارق أمل، وهناك أشياء جميلة قد تحدث بعد ذلك. بعد الظلام الدامس في كلمة انعدام الحياة المنوية قد يأتي النور بانفراجة رائعة جدا. تعالوا نفهم هذا المعنى مع ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب، الذي يبدع دائما في حوار، الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجاري، عضو جمعية الأوروبية للخصوبة تأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، عضو جمعية الأمريكية لتأخر الإنجاب. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كلمة مخيفة قوي. تمام. إنك تقول لزوجين احنا عملنا تحليل او لزبا، هو هيبقى تمام هو جاي هو امراه، ساعات بيجي الواحد تمام في الموقف ده ممكن يجي الواحد تمام انت عندك انعدام في الحالات المنويه. تمام. هو ساعتها في جمل كده في الطب بعديها بتشوش الصوره، صح، وبيحصل طنين، صحيح، لا هيسمع بعديها انت هتقول ايه، صحيح، ولا هيشوف اي حاجه، خلاص الصوره اسودت. ده حقيقي. هي صورة قاتمة بتنزل قدامه، بس يعني أنا يعني ببشر الرجال اللي هم عندهم المشكلة دي، بس قبل ما ببشر الرجال فهو دكاترة الرجال نفسهم، بس أنا بنقل تحياتهم لحضرتك كلهم. أشكرك. هو أنا النهاردة موجود بصفتي دكتور هشام الشاعر المفوض من استشاريين الذكور اللي موجودين في مراكز الرياض الخصوبة والصحة الإنجابية. احنا يعني قعدنا مع بعض واتفقنا انا الا عن الرسالة بتاعتهم اللي هم ينقلوها لحضرتك عن طريق، فانا مفوض منهم، فانا هتكلم بنيابة عنهم. تمام. أوكي. عشان لو حد جه وفتح كده الحلقة وشافني بتكلم في الذكور ما يعرفش ان انا، او ما يفتكرش ان انا قلبت التخصص بتاعي. التخصص بتاعي هو تخصص امراض النساء، بس انا مدير لمنظومة. المنظومة ديت فيها شق امراض، فيها شق امراض ذكوره، فيها شق ما يسمى بالامبريولوجي اللي هو علم الاجنه والتكاثر، يعني في كذا لجنه علميه. بالظبط كده. وده فعلا دي اللي احنا بنعمله في مراكز الرياض، اللي هو المانجمنت بلان او الميديكال كوميتي، اللي هو اللجنه العلميه اللي بتقيم كل حاله، وكل حاله بناء على حالتها بنحط الخطه العلاجيه. طيب الحاله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، راجل صديقي جدا وحبيبي جدا، اي راجل يعني اتعمل له تحليل سائل منوي وما طلعش في حالات منويه خالص موجوده في السائل المنوي. فالدكتور طلب له التحليل المبدئي البدائي اللي بيتعمل الحالات ديت، تحليل هرمون اسمه الاف اس اتش. وفي هرمون اف اس اتش موجود في الرجاله زي موجود في الستات، برضو موجود في الرجاله. طب الستات الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل المبيض، والرجاله الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل الخصيه. طيب لما يكون الخصيه الوظيفه بتاعتها فيها ضعف، الهرمون ده اللي اسمه الاف اس اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه بيعلى، زي ما كان حضرتك بتنادي على حد ما بيردش فتعلي صوتك، او تخبط على حد ما يردش فتخبط اكتر، برضه الهرمون ده مستواه بيعلى. الرجل ده لما يطلب منه انه يعمل تحليل سائل منوي اف اس اتش ويطلع رقم عالي، دكاتره الذكوره اللي هو يعني متفقين هو اكتر من 12، ده رقم عالي، طلع 20 30 40 50 80 حتى، الراجل ده للأسف بيتصدر له صورة سوداوية خاطئة، صورة سوداوية لكنها في نفس الوقت خاطئة، ألا وهي أنت أيها الزوج اللي السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منوية وتحليل الاف اس اتش بتاعك عالي، أنت ما عندكش أمل في الخلفة. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. هل الرجالة دول اللي هو عندهم حيوانات منوية ما عندهمش حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي وتحليل الاف اس اتش بتاعهم عالي،
هل دول عندهم أمل في الخلفة؟ الإجابة بإذن الله بإذن الله آه. هل الأمل هيكون في حقن المجهري أو هناك أمل أصلاً؟ سؤال عظيم خالص. عارف يا دكتور أيمن، لو كان الـ FSH كويس طبيعي يبقى ده إلى حد كبير معناته وظيفة الخصية كويسة. يبقى الله، طب إزاي وظيفة الخصية كويسة وما فيش حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي؟ يبقى المشكلة في القنوات المنوية أو في الحبل المنوي اللي هو بينقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الخارج. تمام؟ هو المفروض السائل المنوي ده فيه جزء حيوانات منوية من الخصية وفي جزء سائل منوي من الحويصلات اللي حوالين الخصية. تمام؟ ده ببساطة كده. الحويصلات شغالة، الحويصلات شغالة والقنوات بتاعتها مفتوحة وبيطلع سائل منوي. لكن لو الخصية شغالة بس القنوات بتاعتها مقفولة مقفولة يبقى ساعتها فعلا سائل منوي مش هيكون فيه حرات منوية، بس مش عشان ضعف في الخصية، ده عشان انسداد في القنوات المنوية. الرجالة دول ممكن يكون ليهم طريق، ممكن مش أكيد، ممكن يكون ليهم طريقة علاج غير الحقن المجهري. التوصيلة، ولو ان التوصيلة ليها نسبة نجاح مش دايما احسن حاجة، بس وارد انها تكون طريقة علاج. لكن الرجال اللي السائل المنوي بينزل من الحويصلات المنوية بس ما فيهوش حيوانات منوية بسبب ان الخصية نفسها هي اللي ضعيفة، لا مجال غير الحقن المجهري. تالت مرة لا مجال غير الحقن المجهري. طب أقول الرابعة، لا مجال لعملية الدوالي في علاج هؤلاء الرجال. يعني الراجل اللي هو عنده سائل منوي ما فيهوش حيوانات منوية ما يتعملوش عملية دوالي عشان يخلف طبيعي، ولو اني معترض على كلمة طبيعي، تلقائي يعني من غير حقن مجهري. لا مش كده، هو كل الخلفة طبيعي. بالظبط كده، بالظبط كده. تاني، يعني الدوالي مش هي علاج حيوانات منوي، زيرو حيوانات منوية في السائل المنوي عشان توصل ل 15 مليون ويحصل حمل عادي او تلقائي. لا مش كده. ليها مجالات اخرى الدولية ممكن تعمل، بس مش المجال ده نهائيا. تمام، عشان الناس تبقى عارفه بس المعادله واضحه. بالظبط كده، الدوالي ملهاش دور في علاج رجل عنده زيرو حيوانات منويه، انعدام حيوانات منويه. بالزبط. وتكون الدوالي واحده من اساليب العلاج لتاخر الانجاب. الله، ساعتها يبقى ضحك على الدقوق. صح كده، الله ينور عليك. بالظبط كده، لكن جداً. ممكن الدوالي تعالج لسبب تاني او لهدف تاني. صح، ما بنقولش ما بتتعالجش، بس الهدف ايه؟ انت بتقول الشارع ده بيوصل للبيت الفلاني. تمام، هو بيوصل لاي بيت، لكن تمام. البيت الفلاني لا، ما بيوصلش للبيت الفلاني. صح، الدوالي في حاله انعدام الحيوانات المنويه لا تؤدي الى علاج تاخر الانجاب. هايل جدا جدا. لكن اللي احنا بنتكلم حاله عليها النهارده هي حاله ضعف في الخصيه نفسها. القنوات مفتوحه وكل حاجه بس الخصيه مش شغاله. الرجاله دولت هل في مجال غير الحقن المجهري؟ ما لهمش الا مجال الحقن المجهري. وشغلنا الشاغل بقى ان احنا ازاي نزود من فرص ان احنا نلاقي حيوانات منويه لما نيجي نبحث عنها في الخصيه. عينة الخصية دي كلمة مخيفة جدا، انت تقول لراجل هنعمل لك عينة من الخصية عنده تخيل قديم. صح، لأساليب قديمة كانت بتتعمل لعينات الخصية، أساليب صحيح يعني قاسية جدا. صحيح، هو عموما الرجالة بيخافوا جدا جدا نفسهم أكتر من الستات على فكرة، ده حقيقي فعلا. الست عندها إقبال جدا وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تنجب. الله ينور عليك. بالظبط، الراجل لو ممكن عادي مفيش مشكلة، خصوصا لو كان مخلف قبل كده. يا خبر أبيض، لو كان مخلف قبل كده بيطلع عينينا، بس يعني إن شاء الله بيستجيب في الآخر يعني. تمام، وعلى فكرة ممكن راجل يكون مخلف قبل كده، عشان الفكرة دي مهمة جدا، مخلف قبل كده مرة واثنين وستة ومخلفش ودلوقتي لا استنى بس، ودلوقتي ازوسبرميا يعني سائل منوي من غير حيوانات منويه. اهي دي بقى، بص تخيل ده تخيل ده ممكن علميا يحصل. يحصل جدا، بس ده يوم عند غير المثقفين وعند غير المتعلمين. يوم اسود يوم كارثه. عشان كده انا بقول الجمله واقول اللي وراها على طول. هو حضرتك يا استاذ فلان دلوقتي مفيش حيوانات منويه، بس ده وارد ان هو يحصل، عشان انا عارف دماغه هتجيب في حته تانية خالص، بس ده وارد ان هو يحصل، لان في تغيرات ممكن تحصل، في التهابات، في لخبطه هرمونات، في دوالي ممكن تحصل، ممكن اصلا الحمل اللي حصل قبل كده ده كان حمل يعني حصل صدفه بحيوانات منويه ضعيفه خالص، بس اصبح دلوقتي اضعف ومفيش حيوانات منويه، يبقى ده وارد.
وارد وارد ان في راجل يكون مخلف مره واثنين ودلوقتي مفيش حركه منويه في سائل منوي خالص. هو الحقيقه اللي بيكتبوا سيناريو افلام ومسلسلات لو قعدوا معاك لو قعدوا مع منظومات هيطلعوا بافكار في السيناريوهات الافلام أكيد. مثيره جدا أكيد. ان راجل يجي هو وثلاث عيال ولاده كبار كده ايوه واتجوز واحده وجايبينه هو مثلا معاهم ايوه فيقول له على فكره يا حاج انت يا فندم انت ما عندكش حالات منويه أيوه. لو وعد قالها له أيوه. بدون وعي علمي او بدون وعي ثقافي أيوه. الراجل ده هيلف للعيال يقتلهم بالظبط هيفتكرهم مش ولاده صحيح وهم ولاده بس صحيح. حصل تغير عليه صحيح ما احنا لازم نبقى واضحين في الحته دي صحيح تمام الحمد لله واجهنا بالحقيقه وخلاص وهو فهم خلاص الوضع بتاعه عامل ايه طيب احنا دلوقتي عاوزين نمشي في سكه ان ربنا يكرم ويحصل حمل ربنا يكرم ويحصل حمل عن طريق حمل عادي قلنا ده طبيا هيبقى مش عاوز يقول مستحيل ربنا قادر على كل شيء بس هو صعب جدا 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 احنا محتاجين نعمل حقن مجهري محتاجين ان احنا ناخد 10 15 حالة منوي ونعمل بيهم الحقن المجهري هناخدهم منين من الخصيه عن طريق عينه الخصيه طمنا الراجل طيب هنعمل عينه الخصيه هنعملها بالطريقه القديمه لا خالص ما بقيناش في مراكز رياض الخصوبه والصحه الانجابيه نعملها بالطريقه القديمه ايه القديمه وايه الجديده اللي احنا شايفينه على الشاشه دي قديمه ولا جديده يعني دي مش يعني تمام يعني حتى دي مش ما اقولش عليها عينه الخصيه دي اقول عليها فاين نيدل اسبيريشن اللي هو سحب بالابره من الخصيه مش عينه يعني بدايات عينه الخصيه كانت عينه واحده كده بتتاخد اطفى والدكتور ونصيبه والراجل ونصيبه وكل الناس ونصيبهم ويا تطلع يا ما تطلعش عمياني نسبة ان العينه تطلع حيوانات منويه فيها ما تزيدش عن 4-5% في سؤال غبي شويه تمام هل الخصيه دي نسيج مترامي الاطراف صحراء كبيره يعني هايل لان الناس كتير في دماغها ان يعني عينه هدخل يعني المساله اصلا مش وده كان زمان اللي بيحصل ان هو كان بيتاخد عينه الى حد ما نسبيا كبير عن طريق مقص جراحي تمام قالوا طب ما هو لو خدنا عينه واحده الكلام ده انا بتكلم عن 10 15 سنه كده طيب لو خدنا عينه واحده نسبتها 4-5% طالع حرت منويه طب ما ناخد اكتر من عينه ده احنا هنلبش نص الخصيه عشان خاطر نلاقي حرات منويه للراجل ده خلاص الكلام ده اتلغى دلوقتي حتى العينه العشوائيه المتعدده اللي هو اكتر من عينه ما بقتش تتعمل دلوقتي في الاماكن الكويسه المتخصصه الرساله الاخيره بطمن كل الرجال بنسبه 95% باذن الله اي راجل باذن الله مع تطور علم وتطور تقنيات في امل جامد جدا ان ربنا يكرم ويحصل حمل ان شاء الله نورت وشرفت وابدعت كلامك كل الشكر والتقدير لوجودك معانا الله يخليك وللساده والاستشاريين الذكوره بيسلموا على حضرتك كلهم والله ده في حد من اسوان يعني عاوز يجي يسلم حضرتك بس يعيني في اسوان هيعرف يجي ازاي مش عارف انا هكون فوق انا هروح له انا رايح الاقصر قريب وفيت على اسوان نورت وشرفت تسلم دكتور ايمن ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم تاخر الانجاب واحد من البارعين على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي الحقيقه بيشرفنا دايما باسلوبه العلمي الراقي جدا وشرحه والتفصيل الاستاذ الدكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب رئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه العقد نورت انا دكتور شرفت شكرا جزيلا خليكم معنا سهل حلوه